باسم ربك الأعلى الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم باسم ربك الأعلى الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم باسم ربك الأعلى سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أن أحويه سنقرئك فلا ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي أصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إنا أعطينا
فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. يا خير الرازقين ارزقنا يا ربنا بألف القرآن ألفة، وبالماء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلة، وبالدال دواء، وبالذال ذكرى، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفى، وبالسين سلاما، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالعين علما، وبالغين غنى، وبالفاء فرجا، وبالقاف قوة، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وبالميم ملكا، وبالنون نصرا، وبالهاء هداية، وبالواو وقاية، وبالياء يقينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذلات منزل الرحمات، ارحم اللهم برحمتك فقيدنا، اللهم ارحم فقيدنا
منه فسيح الجنات اللهم شفع فيه القرآن والصيام وصالح الأعمال شفع فيه صاحب المقام اللهم اجعل ليلته هذه أسعد ليالي اللهم ثبته عند السؤال اللهم لا تحرم ذا أجره ولا تفتنا بعدا وألحقنا به على خير يا كريم سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وبعد، فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له بكل حال مبجلا هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالذي عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة نقلوا لنا القرآن عزبا مسلسلا بالبر والإحسان والخير والتقى، أولاهم بها جاء القرآن مفصلا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كلنا جميعا كنا مع آيات الله، مع كتاب الله، مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمله بالغدو والأصال. كلنا جميعا كنا مع قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرأ علينا هذا القرآن العظيم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجى مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لسنس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة الدرينجاد محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف أولاد النشرتي المقيمين بقرية زبيدة التابعة لمركز ومدينة إيتاي البارو. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.